بسم الله الرحمن الرحيم. معكم حسن محب، رئيس فيدرالية وطنية لمستوردي وبائع قطاع غير مستعمل. هذا الاجتماع ديال اليوم نركزوا خاصة على المشكلة عندنا في الميناء الدار البيضاء مع الجمارك. عندنا حاويات كثيرة دابا حاصلين تمايا وبقى ما خلصاش، لأن بغاو يغيرونا واحد القانون كان تما. كنا مثلا كنجيبوا جروب كيلاس تندونوا جروب بوحدو كيلاس بوحدو كتلقى شويه رخيصه. دابا المدير الجهوي فرض علينا اننا نخلصوا يعني موتور، ندونوا موتور، دونا موتور ب 4800 درهم ولا 4500 درهم، راه غاليه. يعني المستورد ما بقاش عنده شي فائده من داك السيرات ديالو، يعني ما لا فائده، غيدير فايت ديريكت هو غيدير فايت. هذا الشيء اللي كان الموضوع اللي ناقشوا. وكذلك عندنا مشكل ديال هذا اللي قلتي، التطلعات ديالنا مع الحكومه الجديده. حنا كنطلبوا من الله عز وجل ان الغد لناظره لقريب. حنا دايرين عندنا واحد الامال، نشوفوا ماشي حنا بوحدنا، المغرب كامل شوفوا يتقدم باذن الله تعالى، ماشي على القطاع ديالنا، جميع القطاعات. وكنطلبوا من هذه الحكومه الموجوده الحاليه اللي عندك مشكله ثلاث الاحزاب الرئيسيه هنا في المغرب، ماشي يتحزموا يكونوا رجال ويسبقوا المصالح ديال الوطن قبل المصالح الشخصيه ديالهم. وانا ذاك ربما ان شاء الله غنجحوا كاملين باذن الله تعالى في ظل حكم العرش العلوي المجيد. عندنا واحد ان شاء الله غنناقشوا سيدي التحضير لواحد المؤتمر وطني غيكون في ديسمبر ان شاء الله، ويجمعوا فيه الفيدراليات الجهويه كامله، ونجمعوا كاملين ان شاء الله باش نعينوا المكتب المركزي اللي والمكونات ديالو باذن الله تعالى. هذا غيكون في شهر ديسمبر ان شاء الله. نتيجه انعقاد هذا الاجتماع التحضيري للمجلس المركزي، لان غير اجتماع تحضيري من اجل تحديد التاريخ والمكان اللي غادي ينعقد فيه المجلس المركزي ديال الفيدراليه الوطنيه لمستوردي وبائع قطاع الغيار. تيجي هذا الاجتماع باش نتناقشوا في هذا الموضوع، وكذلك من اجل مناقشه مشكل قائم اليوم ما بين مستوردين وما بين اداره الجمارك حول واحد المجموعه ديال الحوايج اللي بالفعل كانت من قبل انها مساله تدوز عاديه. اليوم المدير الجهوي ديال الجمارك يقول لك انا اللي معايا الحق ومعايا القانون، ويمكن يكون معاه الحق ويكون معاه القانون، ولكن السؤال اللي تيتوضع هذه 20 عام او 25 عام او 15 عام الامور كانت غاده بهذا الشكل، هذا كانت غاده على اساس الناس ملي تيدخلوا الكيلاس تيديوانيوه بوحدو تيعشروا بوحدهم، تيدخلوا الموتور هذاك الجروب تيعشروا بوحدهم. اليوم تيقول لهم المدير انه غادي يحسب الكيلاس موتور ويحسب الجروب موتور، وفي هذه الحاله هذه غترفع التكلفه ديال التاشير، وانعكاسها غادي يكون حتى على المستهلك اللي هو شكون هو المستهلك ديال قطاع الغير المستعمل، هو مون الطاكسي، هو مون الترونسبورتور اللي حاضرين معنا اليوم. راه اليوم تيحضروا معنا الممثلين ديال الطاكسيات وتيحضروا معنا الممثلين ديال النقل عبر الطرق والموانئ، وبالتالي الحضور ديال هاد الناس اليوم يؤكد ان هذه المساله هذه ماشي عاديه. كذلك شكون هما الزبون، شكون هو الزبون ديال هما الطبقة الضعيفة، الطبقة المتوسطة، اللي بالفعل أنه القدرة الشرائية ديالهم ما تتسمحش لهم اليوم. راه حتى من غادي ناخذوا واحد السيد اللي عنده مدخول ديال 15000 درهم في الشهر، غادي يصعب عليه أنه غدا خسر ليه السيارة ديالو، غادي يمشي يشري من لا ميزون. إذا الزبناء ديال هذا النوع من 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 التجار هما واحد الطبقة المتوسطة، الطبقة الصغيرة، الطبقة سميتو المهنيين، مهني النقل. وبالتالي لابد أنه كان خصو قبل ما ياخذ هذا القرار يستدعي الممثلين ديال المهنيين ويبرك معاهم ويناقشوا، وتعطى واحد الفتره ديال السماح، ويعطينا احنا الحق ويعطينا احنا الفرصه كنقابات كممثلين ديال هاد القطاعات هادو، نفتحوا حوار مع الجهات المسؤوله من اجل مراجعه التعريفه. لان احنا التعريفه اشنا هو الاساس ديالنا؟ هو انه تكون في المتناول ديال المواطنين، ماشي اننا ننتقلوا الكاهل ديال المواطنين. وبالتالي هذه المساله تدخلنا الانتظارات ديالنا من الحكومه المقبله، اللي بالفعل انه اليوم الا كانت الشريهان خاصها تراهن عليه الحكومه المقبله راه هي المقاوله الصغرى والجهات الصغرى والمتوسطه. ومن تنقول هادشي راه تندوي على 95% من نسيج المقاولات المغربي. إذا كنا بالفعل أننا بغينا ننميو هذه البلاد، إذا كانت بالفعل عندنا واحد النظرة تفاؤلية باش نزيدوا القدام، إذا كنا بالفعل بغينا نترجموا الشعارات والبرامج ديالنا اللي قلناها في الحملات الانتخابية إلى أرض الواقع، راه خصنا ندعموا هذا النوع من المقاولات ونعاونوا هذا النوع من المقاولات، لأنهم تيمثلوا 95% من النسيج المقاولات المغربي، وبالتالي غادي نكونوا ساهمنا جميع في النمو ديال بلادنا.